ما دام معي كربلاء فلن يسمح بأن تأسن حياة الأمة أو تستسلم لمحاولات الهروب بها عن الإسلام وتخسر هويتها وأصالتها وتتراجع إلى الوراء. ولو عم هذا الوعي لأنقذ الأمة من كل تخلفها وهزيمتها وتبعيتها وعذاباتها بسرعة فائقة، ولوضعها على طريق ربها لا تحيد عنه ولا تعدل به طريقا آخر ولا تبتغي عنه بدلا ولا تجد له ثمنا ولا تساويه عندها قيمة. شعار كربلاء بإصلاح أمة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الانطلاقة الجادة لإصلاح العالم، كل العالم، لأن العالم لا يصلحه إلا هدى السماء وكلمة الوحي، ولا هدى للسماء في الأرض كهدى الإسلام ولا ينقص ثاني سيدي شباب أهل الجنة من هدى الإسلام شيء، وإن لديه من علم الدين وهداه وبصيرته كل ما تحتاجه الحياة. وإن يوم كربلاء يوم الحسين عليه السلام بما هو عليه من فهم فقهي معصوم، من قيم إسلامية أصيلة، من أخلاق قرآنية واضحة، من نصرة خالصة لدين الله، من تآزر في الحق، من فدائية عالية وتفان في سبيل مبدأ الصدق، من انضباط عال أمام الأوامر الإلهية والأوامر الولائية الصادرة من الإمام عليه السلام، من بصيرة واضحة لا يشك فيها، من تطبيق دقيق لفقه الشريعة في كل حركة وسكون. في يوم كربلاء يوم الحسين عليه السلام بما هو ذلك التجسيد الدقيق والواسع للإسلام هو مدرسة الأجيال الإسلامية المتعاقبة وحجة على الأمة وحجة لها. كلمة شكر قاصرة. أيها الشعب العظيم، عظيم أنت بإيمانك وبما يعمر قلبك من حب لله سبحانه، لدينك، لوطنك، للإنسان، بتمسكك بالحق والعدل، بصبرك وثباتك وتضحياتك، بإخلاصك ووفائك، بمواقفك المبدئية وعقلانيتك وسلميتك، والحفاظ على روح الوحدة بين أبنائك على طريق الله، بوعيك وخبرتك وبصيرتك، بشهامتك وعزتك وشممك. عظيم أنت يا شعب برجالك ونسائك وشبابك وشيبك وناشئتك، بعلمائك وأطبائك ومربيك ومعلميك ومهندسيك وحقوقيك ومحاميك وعمالك وكل فئاتك. أيها الإخوة والأخوات، يعجز لساني أن يبلغ حد شكركم، وواجب الاعتراف لكم بالجميل، وإني لا أعترف صادقا بتقصيري معكم وعجزي عن الوفاء بما لكم علي من حق. لبيك يا فقير، وأنا على ثقة. لبيك يا فقير، لبيك يا فقير، وأنا على ثقة. وأنا على ثقة بأنكم لا تنتظرون الجزاء إلا ممن يملك الجزاء حقا، ولا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى، ولا يغني
عن جزائه ولا يغني عن جزائه جزاء، ولا عن شكره شكر، ولا عن شكره شكر، ولا يبلغ جزاء ولا يبلغ جزاء جزاءه. أنتم شعب إيمان لا يعدل جزاء عنده جزاء ربه، ولا يرضى عن جزاء ربه بجزاء. شكرا وألف شكر لكم أيها الشعب العظيم، وحالفك النصر والتوفيق، وحالفكم النصر والتوفيق والسداد. امتحان جديد يمثل السفك المستهتر للدم الفلسطيني، والتهديد المتغطرس باكتساح غزة من قبل العدو الإسرائيلي، تحديا سافرا وامتحانا جديدا للإرادة العربية على المستوى الرسمي كما هو على المستوى الشعبي بالدرجة الثانية، للغيرة للشجاعة للصدق للحقانية للاعتزاز بالهوية للإخلاص للأمة لاستقلالية الموقف لحرية الإرادة وعدم الارتهان بالإرادة لإرادة الخارج من قبل هذه الدولة أو تلك من الدول العربية. وقد ينفذ العدو الإسرائيلي تهديداته وتوعداته الواسعة هنا، هل سيجد الشعب العربي من حكوماته شيئا مما اعتاده من شجاعتها وبسالتها في قمع حركاته وتقليم أظافره، وشيئا من المواجهة الجادة لإسرائيل؟ أو أنه لن يسمع إلا فرقعات صوتية وعن مواقف عملية على خلاف ذلك، وستكون إرادة الكثير من الحكومات العربية من إرادة الخارج التي تقف دائما في مناصرة لإسرائيل؟ سؤال يعرف الشعب العربي إجابته ولا يتردد فيها، لكن هل يأتي الواقع بأمر جديد؟ لئن أتى أمر جديد في هذا فهو عجيب وغريب.